طلع الثمن يسكن بلاد الصين بمركز دعوته إلى الصين للإسلام والكنه بمركز دعوته إلى الصين للإسلام والكنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أرحب بضيفي دكتور يوسف المهوس، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مجمع. حياك الله، نورتنا. حياك الله وحياك أخوي ماجد، وحيا الله مهندسنا ماجد، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. الله يخليك، وأرحب بمهندس ماجد العصامي، مؤسس ومدير مركز ركن الحوار للتعريف الإسلامي. حياكم الله جميعا، وفرصة طيبة أن نكون معكم في هذا المساء وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور يوسف المهوس. الله يخليكم، اجتمعنا إن شاء الله لهدف عظيم وغاية عظيمة، حنتكلم عن هذا إن شاء الله، لكن فاصل ثم نرجع إن شاء الله ونتكلم عن موضوعنا في هذه الحلقة. مركز دعوة الصينيين شعب المليار، شاركنا في تحقيق 10,000 سهم. قيمة السهم 300 ريال. مصارف السهم دعوة غير المسلمين، الدروس الشرعية، طباعة كتب ومطويات، الوقف، تعليم المسلم الجديد. رقم الحساب SA 368-00-0-0-0-3-4-1-6-0-8-0-1-0-0-3-9-0-0-4. تواصلوا معنا عبر الموقع. جوال رقم 053-411-4444. يعني يا أحبابنا وأخواننا وأخواتنا، اجتمعنا والله لأعظم هدف وأعظم غاية، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما خلقنا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم العبادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة التي نتكلم عنها الآن هي دعوة الصينيين شعب المليار، ودعوتهم عن طريق الحوار الإلكتروني. من يريد أن يساهم معنا، نحن عندنا هدف، نريد أن نصل إلى 10,000 سهم. الحمد لله أتممنا إلى الآن تقريبا 1,500 سهم، باقي كم؟ باقي تقريبا 8,500. فإن شاء الله والظن بالله سبحانه وتعالى كبير، يا رب لعلنا نكمل كل هذه الأسهم أو أغلبها في هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة الأخيرة إن شاء الله، لأن بعدها رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير وعلى صحة وطاعة وعافية بإذن الله. السهم الواحد 300 ريال، فساهم وبادر وتوكل على الله سبحانه وتعالى، واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى أنك تساهم في مشروع عظيم، في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في دعوة الصينيين عن طريق الحوار الإلكتروني. مهندس ماجد، الحوار الإلكتروني، حوار الصينيين عن طريق الشات، كيف طريقتها وإيش وضعها؟ يا ليت تشرح لنا وتعطينا نبذة عنها وعن فائدتها وعن طريقتها. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا ابتداء، حتى قبل أن ندخل حقيقة في تفاصيل التقنية، لو نحاول أن نتخيل حجم التماس التقني اليوم مع البشر حتى تكون بالفعل مؤشر لحاجتنا لمثل هذه المشاريع اليوم. تقنية المعلومات اليوم أصبحت في كل بيت، ولعلها مصداقة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أو ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. السكان العالم اليوم قرابة 7 مليار، أو تجاوزوا 7 مليار. أكثر من 3 مليار من سكان العالم اليوم، وهم يشكلون أكثر من 45%، هم اليوم من مستخدمي الإنترنت. أي أننا عبر تقنية الإنترنت اليوم نستطيع أن نصل إلى نصف سكان الكرة الأرضية. الأدهى من هذا أنه عبر بعض الشبكات اليوم، عبر موقع واحد مثل الفيسبوك اليوم، هناك أكثر من 1 مليار شخص يستخدم هذه الشبكة. ولو أردنا أن ندخل أكثر ونغوص أكثر في السبب تأسيس مثل هذا المركز الذي نتحدث عنه الليلة، مركز دعوة الصينيين، فدولة مثل الصين وعدد السكان تجاوز أو قارب 1.5 مليار، شبكة واحدة مثل كيو كيو عدد مستخدميها كان في عام 2000 أقل من 22 مليون مستخدم. اليوم في عام 2015 عدد مستخدمي هذه الشبكة لوحدها يتجاوزون 650 مليون صيني. 650 مليون صيني يتواجدون اليوم عبر شبكة واحدة، شبكة اجتماعية واحدة، نستطيع أن نصل لهم بالجوال، نستطيع أن نصل لهم باللابتوب، نستطيع أن نصل لهم بكل سهولة، يصل لهم الطفل والكبير، الداعية والشخص العادي.
أخشى أن تكون حقيقة من الاختبار لنا أمام الله سبحانه وتعالى عندما نسأل لماذا لم نستخدم هذه التقنيات. الشاهد أن التقنية اليوم وصلت لكل بيت، وأصبح من السهل، بل أكاد أجزم أنه لا نستطيع اليوم أن نصل إلى كل بيت في العالم إلا من خلال مثل هذه التقنيات. ولو سألت أي مشاهد ومشاهد الآن، هل نستطيع أن نصل إلى كل بيوت الصينيين عبر الكتاب فقط وتوزيع الكتاب؟ هل نستطيع أن نصل لهم برسالة دعاة جميع الصينيين؟ الجواب لا، ولكن عبر التقنيات اليوم الحديثة نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى بالقنوات الفضائية بالإنترنت أن نصل بحول الله إلى كل بيت بإذن الله تبارك وتعالى. وفي المركز أنتم قائمين على الحوار، فالحوار وصلت لهم صح؟ وهنا بالفعل المدخل إلى مثل هذه التقنيات، عندما نعي أنه يمكن أن نصل من خلال هذه التقنيات. كانت فكرة الحوار الإلكتروني مع الصينيين بالذات بالشراكة مع مركز دعوة الصينيين، وهناك انطلقت الخدمة، وكانت الفكرة كيف نستطيع أن نستقطب هذا الصيني الموجود اليوم على برنامج مثل ويتشات وهو المقابل للواتساب لدينا، وبرنامج أو شبكة مثل كيو كيو وهي مقابل للفيسبوك، أو موجود على مواقعهم شبكات التواصل عندهم ومواقعهم الإلكترونية. كيف نستطيع أن نستقطب هذا الصيني من هذه المواقع إلى أن يدخل معنا في حوار إلكتروني هادئ وعلمي وفردي الداعية فقط مع هذا الصيني؟ من هنا كانت الفكرة. طبعا البرنامج بسيط جدا، يتم التسويق واستقطاب هؤلاء الصينيين للحوار بطريقة مرتبة واحترافية، هناك فرق متخصصة فقط في هذا الجانب. عندما يستقطب الصيني للحوار بناء على العلم وثقافة هذا الشخص، وبناء على سنه، وبناء على مكان عمله، مواصفات كثيرة جدا، بناء على مثل هذه الحالة يتم التعامل مع هذا الشخص. فمنهم من يتم الحوار معه في الإعجاز العلمي، منهم من نبدأ الحوار معه في العقيدة، منهم من نبدأ الحوار معه في جوانب فقهية، يعتمد على ثقافة الشخص وعلمه وأبرز الأمور التي لربما تكون مؤثرة في هذا الشخص. هذا الحوار يعني وخلال الأشهر الماضية بفضل الله كان الإقبال كبير جدا عليه، بل الأجمل تأثر الصينيين من هذا الحوار. وأذكر هنا قصة عجيبة، لعله يكون أصغر شاب صيني يسلم في خدمة الحوار مع الإخوة في المركز، وكان عمره قرابة 16 سنة. هذا الشاب دخل على الدعاة وكان سؤاله بسيط جدا، وهو سؤال بالفعل يثبت أن الفطرة وفطرة كل البشر هي الإسلام. كان سؤاله: لماذا الإسلام؟ ولماذا لا أكون نصراني أو أكون يهودي أو أكون بوذي؟ لماذا الإسلام بالذات؟ فكان سؤال الداعية: ولماذا تسأل عن الإسلام؟ فقال الشاب: لأني أستشعر أنه أقرب إلى القلب مما أسمع. بدأ الحوار مع هذا الشاب في عدة جلسات وحوارات تعرف فيها أكثر على القرآن الكريم، ومن هنا بدأ البحث. بعد عدة أسابيع عاد الشاب إلى الداعية ونطق بالشهادة وأسلم. هذا الشاب. مثل هذه القصص اللطيفة تشعرنا بالفعل بأهمية استخدام واستثمار مثل هذه التقنيات ودعم مثل هذه المراكز. وأنا حقيقة أقولها وناعي ما أقول، نحن لا نحتاج فقط إلى مركز دعوة صينيين واحد، نحن بحاجة إلى أن نعمل ونستثمر مع هذا المركز ليكون حجمه بحجم 1000 مركز مشابه. وهذه دعوة إلى كل المسلمين اللي يسمعون اليوم، ودعوة لنا جميعا حقيقة في هذا الاستوديو، أن نساهم مع مثل هذه المراكز لتعظيم أثرها في المجتمعات الغير مسلمة. الصين اليوم 1.5 مليار، لو أسلم 10% من هذا الشعب نتحدث عن 150 مليون مسلم، يعادلون سكان الدول العربية التي تحيط بنا بالكامل. نعم. مع مصر. سبحان الله. فهذه فرصة عظيمة حقيقة، ولا بد أن نستثمرها. واليوم الإعلام مفتوح وسهل أن نتواصل مع الصينيين، بل الأجمل من ذلك أنه سهل بإذن الله تعالى أن نقنعهم، لأننا معنا البضاعة الحق. نعم. ومعنا الله سبحانه وتعالى. في إحدى الورش التي يتم فيها تأهيل الدعاة يتم تدريبهم على أحيانا مهارات التفاوض، فأنت تفاوض الشخص في دينه، ثم ليثبت الداعية نقول له دائما: تخيل أنك صاحب مصنع لإنتاج منتج بسيط، قلم أو كأس أو أي منتج، جزما أنت تعلم أن هناك عيوب في هذا المنتج بحكم أنه منتج بشري، فبالتالي ماذا تفعل؟ قال: أذكر فقط إيجابياته وأترك السلبيات. فكان السؤال: فماذا لو سألك العميل عن السلبيات؟ قال: أعود إلى المصنع، مدير المصنع، وأطالب برفع مستوى جودة المنتج. قلنا: تخيل أن منتجك هو الإسلام، والذي يقف خلفك ليس مدير المصنع، الذي يقف معك هو الله سبحانه وتعالى، هل تتوقع أن تقف يوم عاجزا أمام أي شخص؟
هذا الموضوع شجع الدعاة، سامحوني على هذه العبارة، أن يسوقوا بقوة وأن يدعوا بقوة، لأنهم يعلموا أن معهم الله سبحانه وتعالى. بل كثير من الدعاة يقول في بعض الحوارات، والله إن بعض ما أذكره في الحوار وبعض الشواهد وبعض الأدلة أنها وكأنها توحى إلي أثناء الحوار، والله ما كنت أخطط لها ولا أرتب لها. وهذا بالفعل الإثبات يعني والدليل. هل أنت بحكم اطلاعك على هذه المحادثات والحوار الإلكتروني تدعو الناس بالفعل إلى مساهمة على المركز؟ هل ترى أنه مركز مستحق للدعم والوقوف يعني خلفه؟ لأنه الإخوة المشاهدين صراحة يعني هم يريدون أن يكونون سبب في هذا العمل وسبب في إسلام هؤلاء الأشخاص. طبعا الطريقة التي يستطيعون أن يفعلونها هي ما نحن بصدد فعلها الآن، وهو الحملة هذه، أن يتبرعوا بالسهم له 300 ريال. ترى بعض الناس الحمد لله تبرع مو بسهم واحد، بعضهم تبرع بعشرة أسهم، بعضهم بخمسة أسهم، كل واحد على حسب ما يستطيع. البعض يتبرع عن نفسه، عن إخوانه، عن أبوه، عن أمه. فهل أنت تشجع على هذا الشيء ولا؟ أنا أسأل الحقيقة كل مشاهد يشاهدنا الآن، لو قدر أن أرسل رسول في هذا العصر الآن، ما هو أول عمل سيقوم به؟ هل سيعلم الفاتحة؟ أم سيعلم المسلم الجديد؟ أم سيكون مفتيا؟ أم سيدعو غير المسلم؟ هذه أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي فرصة لنا اليوم أن سخر لنا مثل هذا المركز ليقوم بهذا العمل بالنيابة عنه. ولا شك أن هذه المهمة هي واجبة وفرض على هذه الأمة، ويجب علينا أن نقوم بها. فمن نعم الله علينا أن سخر لنا مثل هؤلاء المشايخ والدعاة في هذا المركز ليقوموا بهذه الفريضة بالنيابة عنا. فإن لم نشارك معهم بعلمنا وبجهدنا وبوقتنا، فلا أقل نساهم بالمال، وهذا أقلها حقيقة وليس أعلاها. ونسأل الله أن يبارك في أعمالهم وجهودهم. آمين. يعني هذه رسالة للجميع، أنه يعني نساهم بكل قوة. الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أتتخيل أنك ساهمت معهم 300 ريال أو قول 3000 ريال 10 أسهم، ساهمت ودخل شخص في الإسلام، مثل هذه القصة اللي ذكرها مهندس ماجد العصيمي، الشخص اللي دخل في الإسلام عمره 16 سنة. أنت تساهم في تبليغ الناس رسالة الإسلام، خير من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من السيارة ومن البيت، من أمور كثيرة، أي حاجة تستطيع تأخذها في الدنيا وتتحصل عليها، أي إنجازات، والله أعظم من هذا كله أن يسلم شخص على يديك، أن تكون سببا في إسلام شخص. ومو شرط حتى تكون سبب في إسلام شخص أنك أنت تدعو هذا الشخص بنفسك بلسانك، لا، مجرد أن تدعم من يدعوه فأنت وإياه تتشاركون في الأجر، ولا ينقص من أجوركم شيء. جميل. دكتور يوسف، هذا العمل عمل يعني له فائدة على الناس، يعني أقدر أسميه عمل متعدي، صح ولا؟ هل هذا من يعني هل هذا العمل يعني أنسب، ولا أضع صدقتي في أمر آخر مثلا؟ هذه القضية الناس كلها تريد تصدق، لكن أين أضع صدقتي؟ حسنت. أنا هنا كلام الجميل والراقي، وكلاكما كلامكما كذلك، لكن مهندس ماجد ذكر لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا ماذا سيعمل؟ المهمة التي أرسل لها نبينا وأنبياء الله هي دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى التوحيد إلى الإسلام. ولذلك عش معي فرحة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه خبر واحد توه أسلم، ينطلق عندما يأتيه خبر ذلك اليهودي جاره غلام صغير في مرض الموت، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى ذلك البيت، طرقه، دخل عليه، إذا بوالد ذلك اليهودي واقف على رأس ابنه يتابع اللحظات الأخيرة لابنه، ابنه سيفارقه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات حرجة ونهائية، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه كلمة واحدة: قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ينظر الطفل هذا الغلام الصغير، ينظر إلى أبيه: يا أبتي، قال: أطع أبا القاسم. فيلفظ بكلمة التوحيد، يدخل في دائرة الإسلام. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصفه الواصف كأن وجهه مذهبة، فرح، فرح شديد. ما الذي أفرحك يا محمد؟ يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أفرحني لأنني قالها: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار إلى الجنة. إذن هذه رسالة لنا، ما دام هذا المركز يسره الله لنا وسهله لنا، لا شك أن الدعوة إلى الله نفع متعدي، وهي من أجل العبادات. ولذلك تأمل ما رواه مسلم في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم وكلنا ذلك سنموت ونفارق الدنيا، اليوم بكرة الله أعلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيش؟ شف النفع المتعدي في الثلاث كلها، ما قال صلاته وعبادته، لا لا لا، مع جلالة قدرها. انظر إلى الثلاث كلها فيها نفع متعدي، أثر للناس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا عمل صالح يجري لك،
ولذلك مثل هذه المراكز المباركة التي يقيم عليها أناس أنا وقفت عليهم إخوة أفاضل كرام يقفون، وأعجبني حقيقة التخصص، يعني ليست قضية دعوة الناس كلهم، لا، دعوة الشعب الصيني فقط. أنا ذهبت إلى الصين وأنت ذهبت إلى الصين وغيرهم ذهب إلى الصين، رأينا الناس والله وأنا أمشي في الطرقات وفي أسواقهم أقول يا رب، والله يقولها وأنا محترق يعني هنا، يا رب كل هؤلاء حصب جهنم هم لها واردون، كل هؤلاء كفار، يا رب يا رب، ما العمل، ما الوسيلة التي أخرج هؤلاء من النار إلى الجنة؟ هنا هنا المزاحمة، هنا هنا التحدي. ولذلك استكثر، هنا القاعدة أقول، خلونا نستكثر من العمل المتعدي، لأن المتعدي هو اللي سيبقانا في قبرنا ويبقانا يوم القيامة، أنا وأنا نايم على فراشي اللي أسلم، مثل ما قال أخوي المهندس قبل شوي، ذا الشاب الصغير أو غيره من المئات الذين أسلموا، وأنا أتابع حساب الإخوة حقيقة في تويتر وفي برامجهم وواقعهم، أجد ما شاء الله إسلام أعداد كبيرة جدا من الصينيين اللي هم عندنا هنا في دعوتهم المباشرة وغيرهم أيضا في مركز الحوار وغيره. فأتخيل نفسي أن أسلم يد على يدي أحدهم وأنا نايم، كم بيني وبينهم؟ قرابة 7 ساعات 8 ساعات وقت عمل، وتجده يصلي، هذا يصلي وهذا يدعو وهذا يتجه وهذا يتصدق، كل هذه في ميزان حسناتي وأنا نايم، وأنت نايم، لا لا، وأنت في قبرك، وأنت في قبرك، نهر يجري لك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الحديث الحسن، وأنا أقرأه هنا بنصه حتى يعني أستنهض الهمم وتأملوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته علما علمه أو نشره، وهذا والله هذا الآن نشر العلم، هذا نشر الدعوة، هذا شغلنا، علما علمه ونشره، ثم قال: أو ولدا صالح وصالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. أنا أقول يا جماعة ترى هذه أبواب جنة، أبواب خيرة، تدرون في الجنة باب اسمه باب الصدقة، خلونا نتسابق فيه، خلونا من اللي كما قال وسلم يصف أبواب الجنة، قال إنه سيأتي عليها في يوم القيامة وهي كضيض من الزحام. طيب خلونا زي أبو بكر رضي الله عنه عندما قال وسلم: إنك ستخرم أبواب الجنة كلها، أنا صاحب صيام صيام، صدقة صدقة، صلاة صلاة، جهاد جهاد، وغيرها من أبواب الخير الكثيرة، أبواب الجنة. فالنفع المتعدي هنا، الذكاء المؤمن يأتي، هنا يأتي الذكاء. أنا عندما أستثمر في أمور الدنيا كل ذكي، شوف كم نسبة العائدات، والله العائدات عالية أدخل، العائدات قليلة أحجم، الخسارة أترك. طيب في تعاملنا هنا عند حتى في الدعوة خليك ذكي، الباب الخير اللي سينطلق فيه أشياء كثيرة ستبقى لي وأمدها طويل، أنا هنا أكون ذكي وأقتنصها، أقتنصها اقتناص، لأنها فرصة وزاحم عليها. لو 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 انا بدخل في التجاره وانت مثلا محل تجاري، حسألك هل ادخل في المساهمه هذه انت تشوفها افضل مساهمه ولا لا؟ فانا اسالك السؤال هذا، هل ترى معناها بكلامك انه المساهمه الان مع هذا المركز والناس عندما يحولون مبلغ على حساب الظاهر في الشاشه، هل هذا افضل المساهمات؟ والله شوف يا شيخ ماجد، والله وبالله والله احلف ولا احنف، إن الباب الذي فتح للإخوة الآن والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وخاصة قناة بداية ما شاء الله لها مشاهدة عالية، أنا تعجبت يوم قلت لي 1500، والله إني أستحي وطأت رأسي، 1500 يا ناس، يا جماعة الآن في جلسة لا نفارقها كلها 10,000 سهم، لو كل واحد بس عن نفسه وعن أمه وعن زوجته وعن عيله وش يضره يا رجل، والله 300 ريال يعني ميب شيء، عند الله عظيمة الصدقة يوم القيامة، والله ستبحث عنها. ليه؟ لأن ستأتيك غياية وغمامة، العبد في ظل صدقته يوم القيامة، الناس في كرب شديد ومحن، وكل منشغل نفسي نفسي، حفاة عراة غرلة شاخصة أبصار، وكل حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، وأنت جالس يوم القيامة، الله أن يعيش المنظر، الله أكبر، جالس تحت غمامتي، هذه صدقتي حقت دعوة الصينيين، وهذه صدقتي حقت خير كبير. ليش نترك هذه الأبواب التي فتحها الله؟ وخاصة أننا في زمن أنا أقول يعني ضعفت فيه الهمم، والله ضعفت همم. أنا لو أسأل الإخوة المشاهدين الآن والمشاهدات ومشاهدون الآن، كم أسلم على يديكم من واحد؟ كم ذهبت ودعوتي أنت يا أختي أو أنت يا أخ، كم ذهبت ودعوت الناس في الطرقات وفي المجامع كما كان يسلم النبي سلم، ترى كان حريص على التواصل مع الناس، حتى اللي ما يقدر يروح لهم يكتب كتاب ويرسل رسول إليه، روح ادعهم، النجاشي كسرى قيصر انطلق إليهم، كان إذا سمع بتجمع للكفار في الطائف انطلق ودعاهم، جاءوا للحج انطلق ودعا لهم. طيب أنت وأنتي شو سويتوا؟ والله إن هذا من النعيم اللي سنسأل عنه يوم القيامة،
والحلقة. ألم يقول الله عز وجل تسألون يومئذ عن النعيم؟ نعيم تفتح لي باب الآن، باب خير 300 ريال بس أدفعها ويفتح الله لي، يسلم على يديني واحد واثنين وثلاثة، والقصص والشواهد كثيرة في ذلك. وذلك الحل أنا أقول 10,000، ما بقي منهم إلا 8,500. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفتح أبواب الخير لكل من شاركنا الليلة في هذا الباب الخير. 300 سو تحويل الآن، هذه قدامك الآن، يظهر أمامك، سواء كنت تقول والله ما عندي، دق بالتلفون، هذا الجوال موجود الآن وطرق التلفون الآن عندك. فأنا أقول لا ترى الله عز وجل يقول وكأني أراها الآن ينادينا في سورة محمد في آخرها، قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذن خلونا نستكثر من هذا الخير. لذلك أنا أقول وأؤكد شيخ ماجد، هذا نفع متعدي كبير وفيه أسهم كثيرة، فاستكثروا فالله أكثر. الحمد لله. أسأل الله يبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لفعل خير، وأن يستعملنا لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نتنافس، أنت وأستاذ ماجد وأنا والمشاهدين والمشاهدات، كلنا نتنافس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تنافس شريف. هنا ابن القيم يعني أذنت لي، ابن القيم له كلام نفيس يكتب بماء العيون وليس بماء الذهب. يقول رحمه الله، حين كثير من الناس ترى عنده إشكالات، عنده أمراض، عنده أسقام، عنده هموم، عنده غموم، عنده أشياء كثيرة، وهذه طبيعة الحياة أصلا. فمن الأشياء العظيمة يقول ابن القيم، وأقرأ نصه هنا، يقول التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه. شوف تأمل الإحسان إلى خلقه، يقول من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. الله. إلى أن قال فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقم الله بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. الإحسان هنا ترى بابه واسع، أنك تعطي إنسان فقير لقمة هذا إحسان، أن تسد حاجة مكروب هذا إحسان، لكن أعظم الإحسان كله أن تخرجه من الكفر إلى الإسلام، أن تخرجه من الظلمات إلى النور، هذا أعظم الإحسان. جزاك الله خير شيخ. ونحن نتكلم الآن عن دعم مركز دعوة الصينيين، ومن برامج مركز دعوة الصينيين كما نتكلم في هذه الحلقة الحوار الإلكتروني. خلنا نرى هذا التقرير عن الحوار الإلكتروني ونرجع لكم إن شاء الله. هنا خلف هذه الشاشات تسجل فتوحات وانتصارات شعارها شعار التوحيد. لا يحملون سيفا ولا يرمون نبلا، بل يدعون إلى دين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. يقوم مركز دعوة الصينيين دعوة إلى الإسلام عبر حوار الإلكتروني مع تعاون مع مركز ركن حوار. يتم الإعلان عن حوار الإلكتروني على مواقع الصينية ليجذب الصينيين دخول الحوار، ثم يبدأ حوار معهم عن الإسلام ويشرح الدعاة لهم ما هو الإسلام وكيفية الإسلام وما كيف يبحث عن السعادة وكيف يعيش في هذا الحياة أسعد، ثم يجيبهم ويشرح لهم، وبعد نقاش معهم ممكن دقائق والساعة وبحسب كل شخص بسؤالهم، وإذا يقنع وبعد إقناعهم ويشهد ويندق شهادتين ويسلم، وبعد إسلامهم يبدأ بالتعليم وضوء والصلاة وأركان الإسلام، أركان الإيمان، وبعد الأخلاق مثلا قصص القرآن، ويبدأ التعليم القرآن من سورة القصيرة. وكل يوم يتحاور كل الدعاة قرابة 70 صينيين، نرجو أن
تدعموننا في حوار الأركتوني لإزداد صينيين لتعرفهم بالإسلام. عبر هذا الموقع تسجل آلاف الزيارات الصينية للتعرف على الإسلام عبر الحوار الإلكتروني الذي بات سمة حضارية من سمات عصر التقنية. وخلف هذه الشاشات ثمة عقول ترشد السائلين والزوار إلى طريق الإسلام من خلال التعريف بمحاسنه الجمة ومبادئه السمحة، وتقدم المحتوى الدعوي الإلكتروني للزائرين عبر مشروع المكتبة الصينية. ألفان ومئتان وأربع وسبعون ساعة حوار سجلها الموقع مع الزائرين الصينيين من مختلف أنحاء العالم، ونحو 4050 زائرا من خارجها خلال العامين الماضيين. وامتدادا لمناشط المركز في تدعيم الحوار الإلكتروني والدعوة إلى الإسلام، يقيم المركز مجموعة من البرامج الرامية لتعليم اللغة العربية، يستهدف المثقفين والمهندسين والمترجمين في الشركات الصينية لتعليمهم اللغة العربية كمدخل لتعريفهم بالإسلام، ويستثمر المركز في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. ولا ينتهي الأمر كذلك، فبرنامج مسار المخصص لمتابعة المسلمين الجدد بعد اعتناقهم الإسلام يسهل على دعاة المركز متابعة المسلمين الجدد من أبناء الجالية وتوفير قاعدة بيانات عنهم تسهم بشكل فاعل في التواصل معهم والاطلاع على حياتهم الجديدة عن قرب، وإمدادهم بكل ما يحتاجون من الكتب المترجمة والمواد الفيلمية والمسموعة وتطبيقات الهواتف الذكية وتسخيرها خدمة في الدعوة إلى دين الإسلام. حياكم الله جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. من خشيتك لله سبحانه وتعالى أن تتصدق، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل ما تريده ستجده في الجنة، كل المتع. الجنة لا مرض فيها ولا خوف، الجنة إذا دخلتها ستفرح وستنجو يعني من عذاب الله، ستنجو من الخوف طالما حييت خالد مخلد فيها. ولدينا مزيد، الله سبحانه وتعالى يعطيك المزيد فوق ما تتمنى وفوق ما تشتهي. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة من أسباب الوصول إلى الجنة أن تدخل من باب الصدقة كما ذكر الدكتور يوسف. فتصدق، توكل على الله سبحانه وتعالى، انوي عندما تتصدق أنك تريد أن تدخل الجنة، أنك تريد أن تكون من أهل الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، هو الفوز الكبير أنك تكون من أهل الجنة. أنت أول شيء تتصدق أجر الصدقة، ثاني حاجة أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثالث حاجة أجر الهداية، إنه شخص تكون أنت سبب في هدايته. فالأجور عظيمة، الأجور كبيرة، فتوكل على الله سبحانه وتعالى وحول على هذا الحساب ولا تتردد أبدا. مهندس ماجد، يعني الأثر كبير جدا صراحة لهذا العمل، جزاكم الله خير، اللي تقوموا فيه اللي هو الحوار الإلكتروني، حوار الصينيين والقصص اللي تمر عليكم وأنتم أدرى بالنفع، فيريد تبينون لنا النفع بشكل أكبر وبشكل أوضح. أشكرك على السؤال، ولعلي هنا أقارن بين الدعوة عبر مثل هذه التقنيات وبين الدعوة الميدانية المباشرة. نعم. والبحث عن الصينيين للقائهم ودعوتهم بشكل مباشر من زاويتين. أما الزاوية الأولى فهي سهولة الوصول إلى الصينيين في الدعوة الميدانية، وهذه ليست دعوة طبعا إلى ترك الدعوة الميدانية، فنحن بحاجة إلى الدعوة الميدانية والدعوة بالتقنية والدعوة بالقنوات وبكل وسيلة.
فلكل وسيلة شريحتها المستهدفة. ولكن عندما نقارن بين الدعوة الميدانية والدعوة عبر هذه التقنيات، في الدعوة المباشرة هناك تذاكر سفر، وهناك سفر، وهناك وعثاء هذا السفر، ثم لقاء هؤلاء الأشخاص بمزاج لربما أحيانا غير مناسب للدعوة، ثم هذا الداعية يكرس وقته فقط لدعوة شخص واحد في ذلك الوقت. كل هذا يأخذ من وقت الداعية الكثير ويكلف. لو قررناها بالدعوة الإلكترونية اليوم، أصبح من السهل أن نوطن الدعوة وأن يكون الدعاة يعملون من أماكنهم ويتواصلون مع هذه مئات الملايين من الصينيين اليوم الموجودين في الصين وخارج الصين بسهولة. اليوم أصبح الداعية اللي عنده كمبيوتر شخصي يستطيع أن يتواصل، اللي عنده لابتوب، اللي عنده تابلت، اللي عنده ساعة إلكترونية اليوم أبل ووتش اليوم بساعته الإلكترونية اليوم يتواصل ويدعو، ما حد العذر اليوم حقيقة في أنه ما يدعو إلى الله أيا كانت قدراته، سواء كان يرى نفسه داعية أو يرى نفسه إنسان بسيط. اليوم الدعوة مكن الله لنا عبر هذه التقنيات أن نكون بالفعل دعاة إليه. المقصود أنه أصبح الوصول سهل، هذا جانب. أما الجانب الآخر هو جانب لعله علمي أو دعوي أكثر، وفي فهم ثقافات مثل هذه الشعوب. لو شاهدنا الدول التي كان تحكمها الأحزاب الشيوعية، كانت دول منغلقة، دول حتى إعلامها منغلق وصعب أنك تصل إليهم، وبالتالي أصبح هناك ضغط على هذه الشعوب حتى في فكرهم وثقافتهم ودياناتهم. التواصل مع هذه الشعوب وخصوصا الصين وما حولها من بعض الدول من الصعب جدا، بل تجد الشخص يخشى على نفسه في تغيير دينه. هذا في الدعوة المباشرة. تمتاز الدعوة عبر التقنيات أن الشخص اليوم غير معروف لن يعلم بإسلام واحد، وهذه دائما في بداية الحوارات، خصوصا إذا دخل في الحوار صيني أو هندوسي أو بوذي، مباشرة يقال له هذا النقاش الآن نقاش عن بعد، وإن اعتنقت هذا الدين فهو أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بل يقال لبعضهم إذا لوحظ أنهم مترددين وخائفين، هذه طريقة اعتناق هذا الدين، خذها كما هي واذهب، إن أردت أن تعتنق وإن أردت أن تبقى على دينك. وبالتالي هذا فتح كبير جدا، ونجد بعضهم يعود بعد أسابيع ويقول أنا أسلمت قبل 10 أيام، أنا أسلمت قبل أسبوعين، نطقت بهذه العبارات، ويقصد الشهادتين، ماذا أفعل الآن؟ المقصود أنا أفهم من كلامك أستاذ ماجد أنه طبعا شعب الصين تقريبا 1.5 مليار، يعني عدد كبير جدا، مئات الملايين. أنا أفهم من كلامك أنه عدد كبير منه، خلينا أقول مئات الملايين، لن نستطيع أن نصل إليهم إلا عن طريق التقنية. والآن مركز دعوة الصينيين بحد علمنا أنه ربما المركز الوحيد المتخصص هنا بيننا لدعوة الصينيين وبالتقنية عن طريق الحوار المباشر، هم القائمين بذلك. بل لا أعلم مركز متخصص في دعوة الصينيين في العالم العربي إلا هذا المركز. وزد على ذلك، ليس فقط في الوصول، بل هو أسهل الطرق في التواصل مع هالمئات من ملايين البشر هي التقنيات اليوم الموجودة عند مثل هذا المركز. وأبشر المشاهدين والمشاهدات أن المركز لا يقف عند إسلام هل الصينيين أو هل البشر. المركز يتواصل معهم بعد إسلامه ويعلمهم. المركز لديه مكتبة إلكترونية على موقعه فيها كل ما يحتاج المسلم الجديد، بل من يرغب منهم إلى أن يكون داعي ويدرب ويهيئ. المركز عنده شراكات مع مراكز إسلامية في بعض الدول هناك حول الصين وداخل الصين، يدربون ويؤهلون هؤلاء المسلمين الجدد ليكونوا دعاة في بلدانهم. فهو استثمار حقيقي. 300 ريال اللي يدفعها اليوم شخص في سهم بسيط، والله قد تكون قيمة عشاء أو قيمة وليمة بسيطة جدا في لثلاثة أشخاص. 300 ريال ممكن الشخص يجدها يوم القيامة عائلة بأسرها وسلسلة. أسلم شخص اليوم كل ذريته من اليوم إلى يوم القيامة سيجدهم بصلاتهم وصيامهم وقيامهم وصدقاتهم كلها في ميزان حسناته. والله إن السهم رخيص، والله لو أنه سهم استثماري دنيوي لكان سعره 3 مليون، و30 مليون ب300 مليون، ولن تخسر لو اشتريت بتلك المبالغ. فالعبرة والله أن نلتقط الفرص، وأنا وكأني بالمشاهدين والمشاهدات يتنافسون على الأسهم 10,000، فلربما تنتهي وبعضهم لم يجد الفرصة لأن يساهم مع مثل هذه المراكز. أنا أقول حجم مركز دعوة الصينيين مقارنة بعدد الصينيين لا يذكر. فإذا اكتفى بهال10,000 سهم وكأن باب أغلق أمامك في دعوة هذا الشعب، كأنك أنت يعني أديت الأمانة، على الأقل أنك إذا سألك الله سبحانه وتعالى تقول يا رب عملت شيء لهم، يا رب سويت حاجة لهم، ولو يعني الحاجة بسيطة، الأمر بسيط، 300 ريال تساهم مساهمة بسيطة. القضية نحن والله ما اجتمعنا إلا يعني لهذا الهدف، أنه بالفعل نريد أن نحدث التغيير لأنفسنا أولا عند الله سبحانه وتعالى وفي العالم، أنه الناس تدخل الإسلام أو على الأقل تعرف الإسلام. القضية أنت تسأل عن نفسك أمام الله، ماذا قدمت، ماذا فعلت،
أخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، قل يا رب هذه لك، يا رب ارضى عني، يا رب اغفر لي ذنوبي. ابحث عن مغفرة الذنوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في التصدق، في الإنفاق في سبيل الله، إن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك، يغفر لك خطاياك. نحن الآن مقبلون على رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، نريد أن نكون في رمضان من العتقاء من النار. الآن حاول تمحص هذه الذنوب اللي عندك، الآن حاول تتخلص من هذه الذنوب اللي عندك. ومن أعظم الطرق للتخلص من الذنوب العمل الصالح، ومن أعظم العمل الصالح الصدقة، وخاصة الصدقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ يوسف، الحين يعني نحن نريد، أنا معليش أخوي ماجد، وأنت تتكلم وأخوي ماجد مهندس يتكلم، أنا معليش أنا بأخذ منك الحديث، لكني أجد أيضا استكمالا لحديث النفع. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ثم قال: وخير الناس أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس. ونحن أهل الإيمان لسنا أهل أنانية، لسنا أهل يعني نحب الخير لأنفسنا، لا. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا شعار ودثار يحمله كل مؤمن، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله نحن من الله علينا وأكرمنا، وهذه نعمة من الله، والله لم نأتي لم نأخذها بقوتنا وذكائنا وبهرجتنا، لا لا لا، هي منة من الله محضة، كما قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله صاحب المنة جل في علاه، هو الذي يمن علينا. لذلك نحن في هذه في البلاد الحمد لله، وكثير من بلاد العرب، خرج الإنسان من أبوين مسلمين، من جدين مسلمين، من بيئة مسلمة، فلا يشعر بقيمة هذا الإسلام. ولذلك جاء في حديث في أثر عمر رضي الله عنه أن الإسلام ينقض عروة عروة، إذا دخل في الإسلام من لم جرب الجاهلية. لذلك نعمة، هذه النعمة قد لا نستحضرها، هذه نعمة أننا مسلمين، لكن غيرنا لا، عنده شيء كبير أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان. ولذلك هذه النعمة وهذا الحب، يجب حب الخير للغير، يجب أن نذيعه بيننا، وهذا الباب الذي فتح لنا هو منه. فلا يؤمن أحدنا ولا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأهل للناس عموما أن يدخلوا في دين الله. ولذلك قال الله عز وجل واصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للمؤمنين، للمتقين، للعرب. لا، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. هي الرسالة العالمية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالم كلهم، لأولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم. ولذلك هنا أذكر كلاما للفقهاء رحمهم الله، تأصيل قاعدة النفع المتعدي، وهي مسألة حتى في الأبواب الفقهية ذكرت. فيقول ابن الحاج رحمه الله في مدخله، يقول: ولا خلاف بين الأئمة، لا خلاف بين الأئمة في أن الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر على المرء نفسه. وهذه القاعدة قررها أيضا رحمه الله السيوطي وغيره. ويقول المقري رحمه الله في قاعدة من قواعده، يقول: القربة المتعدية، العبادة المتعدية، الطاعة المتعدية، قال: أفضل من القاصرة. ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن يقول، يقول العز بن عبد السلام، يقول: ومن يقول العمل المتعدي، يقول: ومن يقول العمل المتعدي خير من العمل القاصر فإنه، ومن يقول العمل المتعدي خير من العمل القاصر فإنه جاهل بأحكام الله. أكيد أن العمل المتعدي خير وأفضل بكثير من العمل القاصر. يعني العمل المتعدي طبعا اللي يكون له نفع على الناس، يعني مثلا أنا عندما أصلي في بيتي مثلا هذا عمل قاصر علي، يعني النفع علي. لكن العمل المتعدي هو عندما مثلا أقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالنفع لغيري، يعني لأكثر من شخص. فنحن هنا نتكلم عن يعني مشروع استثماري مع الله سبحانه وتعالى، تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى، نفعها متعدي، نفعها للصينيين. ولذلك ماذا كانت وظيفة الأنبياء؟ ماذا كانت وظيفتهم؟ الدعوة إلى الله اللي هي النفع المتعدي. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومن رفق بعباده، أي بعباد الله جل وعلا، رفق الله به، ومن رحم خلقه رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. كلنا والله نبغى إحسان إلى الله. هنا أستحضر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بعد فرائض أحب إلي مما افترضته عليه.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شف النوافل عامة، ومن أعظم النوافل نوافل الصدقة، هذا الباب الخير اللي فتح الآن. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أدخل حبك الله وش يصير لك؟ الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا جماعة، في أحد ما يبغى هذا الفضل؟ ما يبغى هذه المعية الخاصة؟ وكريم علم الإخوة هنا وهناك أنهم يعرفون أن معية الله معيتان، معية عامة للناس كلهم، فالله مع الناس ويطلع على أحوال الناس، وله معية خاصة بأهل الإحسان وأهل الإيمان وأهل الإنفاق وأهل الصدقة، فالله يكون معهم ويسددهم. إذن هذا المعنى مهم جدا أن نستحضره في دعوتنا مع الغير وفي أبواب الخير الذي تفتح أمامنا. فبإذن الله على أساس هذا الكلام أن واحد يتشجع أن يشارك مع المركز، وندعم المركز إن شاء الله، لأنه يعني إحنا تكلمنا عن الحوار الإلكتروني، وبالفعل أنه له تأثير كبير عليهم، يعني يصل إلى الكثير، يصل إلى أناس لا نستطيع أن نصل إليهم ميدانيا، فبالحوار الإلكتروني نصل إليهم بشكل قوي بشكل مباشر. الآن فاصل، خلونا في هذا فاصل، خلوكم معنا، وإن شاء الله بعد هذا فاصل نرجع إليكم. مركز دعوة الصينيين شعب المليار، شاركنا في تحقيق 10,000 سهم، قيمة السهم 300 ريال، مصارف السهم دعوة غير المسلمين، الدروس الشرعية، طباعة كتب ومطويات، الوقف، تعليم المسلم الجديد. رقم الحساب SA 368-00-00-341-6080-1-0039-004. تواصلوا معنا عبر الموقع. جوال رقم 053-411-4444. طبعا بما انه هذه اخر حلقه ان شاء الله، فالكل حيساهم ان شاء الله والكل حيشارك، فادعوكم لذلك وادعو نفسي لذلك. طبعا في الحلقات الماضيه كان في كل حلقه في سؤال، وكان في يعني جوائز، فالان ما في سؤال في هذه الحلقه، القضيه حنوزع الجوائز من الحلقه الماضيه. فالحلقه الماضيه كان جواب السؤال اللي هو الداعي الصيني موسى الياس، والحمد لله شارك المئات، وعندنا زي ما تشوفوا الان يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، هذول الناس اللي جاوبوا، جزاكم الله خير، جاوبتوا وشاركتوا، الله يكتب أجركم يا رب، وبعضكم سيفوز معنا الآن، واللي ما يفوز أسأل الله أن يعوضه. فالفائز الفائز الأول إن شاء الله بعطي الدكتور يوسف يسحب، تفضل. الفائز الأول حياخذ آيفون. بسم الله. إن شاء الله يطلع صيني أو هذا صالح بن عبد الله الشيخي. صالح عبد الله الشيخي، طيب. نعم. الله جزاك الله خير، الله يبارك له، هذا الآيفون له إن شاء الله. ما شاء الله. طبعا الجوائز هذه من مكتب سندروس للتأشيرات الصينية. تفضل أستاذ ماجد، الجائزة الثانية. نبحث عن الصيني لعله هم طبعا نسبتهم من البشر أكثر من نسبتهم. سعد ودري مشاركين ولا لا؟ الأخت سامية الحارثي. سامية الحارثي ما شاء الله على البركة إن شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، فازت بتذكرتين إلى مكة. وأيضا في فائز ثالث، لأن في أخت تنازلت عن جائزتها، يعني أردت الأجر، فأسأل الله يكتب لها الأجر يا رب. فهذه الفائزة الثالثة جنى الطيار، مبروك يا جنى الطيار، التذكرتين أيضا إلى مكة. ما شاء الله، ما شاء الله. فالحمد لله، مباركين. نعم، هذه يعني جوائز بسيطة في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي الجميع جوائز ويعني نعم أعظم في الآخرة عندما الواحد يشارك معنا في هذه الحملة، عندما الواحد يتبرع مع مركز دعوة الصينيين، عندما الواحد يقوم بدعم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدعم دعوة الصينيين. لابد يكون لك عمل صالح تقابل به الله سبحانه وتعالى. لا يعني أنت عندك أسهم كثيرة، عندك أعمال كثيرة، حاول ترمي سهم في كل مكان على الأقل. القضية ما تدري إيش هو العمل اللي الله سبحانه وتعالى حيقبله، يعني حتى يعني في الدنيا تحتاج إلى هذه الأعمال الصالحة. عندما تكون في أعظم مصيبة، عندما تكون في وضع لا يستطيع أن يساعدك أحد إلا الله سبحانه وتعالى،
كيف من ينجيك؟ الله سبحانه وتعالى. أصحاب الصخرة عندما نزلت عليهم الصخرة وهم في الغار كيف دعوا الله سبحانه وتعالى؟ دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. وعندما دعوا الله بصالح أعمالهم وقالوا يا رب إن قبلت منا هذا العمل فنجينا مما نحن فيه، تحركت الصخرة حتى خرجوا، أنقذهم الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. ليكن لك عمل صالح أن تنفق صدقة لا يعلم بك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تدعم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل هذا العمل هو الذي يقبل، لعل هذا العمل هو الذي ينجيك ويحميك في هذه الدنيا من الكوارث ومن البلاءات. وكما نعرف أن الصدقة تدفع البلاء، أن الصدقة تنجيك من الأخطار، فخلي هذه نية عندك إن الله سبحانه وتعالى يحفظك بهذه الصدقة. أستاذ ماجد، يعني أنت عندك تجربة يعني في الصين، يعني رحت الصين، مو بس إنك مشرف على الحوار الإلكتروني، يعني أنت أيضا ذهبت إلى الصين ورأيت أهل الصين، هل فيها مسلمون؟ إيش شفت؟ زيارة الصين كانت قبل عدة سنوات وكانت من أجل بالفعل دراسة الدعوة في الصين. أقمنا في الصين لعدة أيام، كانت أكثر من أسبوعين، واخترنا فترة عيد الأضحى حتى نشاهد أيضا المسلمين وهم يمارسون شعائرهم في داخل الصين. لكن فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة، شاهدنا أشياء عجيبة في الصين. أولا المجتمع الصيني مجتمع بالفعل شرقي متقبل الآخرين، متى ما أتقنت لغتهم، وأنا غير متقن للغة ولكن بالتقنية أتقن اللغة، لم يكن معي مترجم طبعا، كان معي جهاز الآيباد وبرنامج الترجمة، كنت أكتب بالعربي وترجم إلى الصينية وأطلب منهم أن يقرأوا المكتوب على الشاشة. طبعا كان هذا بالنسبة لهم شيء مدهش، وكان الأول ردة فعل الضحك مباشرة، وفتحت وسيلة التواصل معهم، وأصبح الكل يعني جزء من المرح أن يجلس معك ويبدأ يتناقش معك عبر هذا الأيباد. المجتمع الصيني مجتمع بالفعل اليوم بعد الانفتاح في الثمان سنوات عشر سنوات الأخيرة، شعب اليوم منفتح، قادرين بإذن الله تعالى أن نوصل إليه ما نريد، إما بالطرح العلمي أو أحيانا بالطرفة بالفكاهة بالتسلية. من المشاهدات العجيبة، لم أدخل محل أو معرض إلا وصاحب المحل أمامه جهاز الكمبيوتر ويستخدم الإنترنت، وهذه كانت مشاهدة واضحة جدا في المحال التجارية. الشيء العجيب أيضا شاهدنا أنه معظم وقتهم على الألعاب عبر الإنترنت، وهذه دعوة إلى مركز دعوة الصينيين، وأعتقد أنهم في خططهم إلى تطوير ألعاب لهذا المجتمع ولهذا الشعب لدعوتهم من خلال الترفيه. من الأشياء الجميلة طبعا الشعب الصيني المسلم لازال موجود ويحافظ على عقيدته وعلى بل اللغة العربية. وجدنا أشخاص، وأذكر حمزة وأخته فاطمة، يتحدثون اللغة العربية الفصحى بل أحيانا أفضل منها في اللغة العربية الفصحى، ويرفضون أن يتحدثوا معنا بالصينية ويعلمون بعض الكلمات الصينية. العجيب أن هذا المجتمع المسلم المتمسك بهذه العقيدة، صلينا معهم صلاة العيد، وجدناهم محافظين على سنن العيد بشكل لا تتخيله ولا تجده في بلداننا المسلمة. عددهم كبير المسلمين ولا؟ طبعا المتوقع والإحصائيات ومثل دولة الصين لا تعلن الأرقام الدقيقة، ولكن المتوقع أنه عدد المسلمين يتجاوز 200 مليون مسلم في الصين، وهذا رقم يقارب دولة مثل دولة إندونيسيا. وبالتالي نحن نتحدث عن بلد بالفعل لو أتقننا الدعوة فيه وعملنا بالفعل بجهود ومشاريع قوية في مثل هذا البلد، نحن نتحدث بإذن الله تعالى قريبا وخلال سنوات عن بلد مسلم. الله أكبر. ولا نتحدث عن أقلية، نحن نتحدث عن دولة داخل دولة. فبالتالي لا بد أن يعطى هذا الشعب حقه من الدعوة حقيقة، وبفضل الله لدينا مراكز متخصصة. بل المراكز والله مرة أخرى المراكز دي طيبة معنا جدا، أسهمها 300 ريال، المفترض مثل هذا المركز حقيقة أن يضاعف ميزانيته آلاف المرات ليستطيع أن يواجه هذا العدد الكبير جدا من المحتاجين بل المتلهفين إلى الإسلام. وهناك قصص كثيرة، ومن الحوارات يعني وهذا شاهد من مجموعة حوارات مع الصينيين في الحوار الإلكتروني، نجدهم يركزون دائما على فهم القرآن، وهذا عجيب. ولعل السبب، وهذا تحليل بعض الدعاة في الحوار، يقولون أن هذا الشعب ليس لديه كتاب مقدس وليس لديه بالفعل مرجع يرجع إليه، وبالتالي هم يحبون دائما أو يستشعرون عندهم نقص في هذا الجانب فيبحثون عن الكتب المقدسة عند الآخرين، ومن يفتح كتاب الله لن يجد أفضل منه. فبالتالي نحن أمام فرصة ذهبية أيضا في دعوة هذا المجتمع. وأبشركم، كنا بالأمس في زيارة إلى شبكة القرآن هداية، وهيستنطلق إن شاء الله في بداية رمضان، وإحدى القنوات التي ستطلق القرآن الكريم باللغة الصينية ستنطلق في واحد رمضان، ولعل بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هناك شراكة بين الشبكة القرآنية القناة الفضائية هو مركز دعوة الصينيين في وضع رابط الحوار
عبر هذه القناة، ونقول بإذن الله تبارك وتعالى ستكون هذه الآيات التي تتلى أنا الليل وأطراف النهار عبر هذه القناة مفتاح لقلوب هؤلاء الأشخاص عبر الحوار وعبر الموقع. ويظهر لي أيضا أن الصينيين مثل ما ذكرت يعني هو شعب سهل التواصل معه وبسيطين فهذا باب خير كبير جدا، يعني يجب أن نستثمر، يعني هذا أيضا من النعم التي والفرص التي يجب أن نستثمرها وأن نستغلها. يعني بلا شك كثير من الدعاة عندما يسافر إلى دول أخرى خصوصا الدول الغربية التي ليس فيها تماسك مجتمعي يجدون صعوبة في الدخول مع الناس في الحوارات، لكن في المجتمعات الشرقية هو من يدعوك وهو من يستضيفك وهو من يضيفك وهو من يفتح لك باب النقاش، هذه بحد ذاتها نعمة. صح. ونتحدث عن شعب بكر. أنا أقول أيضا مركز دعوة الصينيين فيما أعلم من مشاريعهم أيضا تأهيل الدعاة المسلمين اللي هناك أصلا موجودين، هم أهل بلد وأهل لغة ويعرفون طبائعهم، وجميل أن يستثمر، وهذا أحد جهود الإخوة هنا، هم يأخذوا هؤلاء سواء ليريدون إلى الجامعة الإسلامية أو جامعة الإمام أو الجامعات من الطلاب الصينيين، يكون هناك تواصل بينهم وبين المركز، يطورونهم يدربونهم. هناك أيضا الدعاة الذين هناك يذهب إليهم والتواصل معهم سواء عبر الإنترنت أو الذهاب المباشر. هذه أيضا أبواب كبيرة جدا وخير. صحيح. هذا منهج نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من الدعاة كما أرسل معاذ وأرسل أبي موسى وغيرهم، مصعب رضي الله عنه وغيرهم، إنك تأتي أهل كتاب كما قال سلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم. إذا نحتاج أن نفهم القوم وأن نرسل إليهم من يفهمهم، هذا أنا أعتقد جزء من الاهتمامات الإخوة في مركز دعوة الصينيين. يعني حتى الفرصة كبيرة، أنت لما تتكلم عن كما قال أستاذ ماجد 200 مليون مسلم موجودون ونتكلم عن حوار إلكتروني وهم يتقبلون الحوار وسهولة الوصول إليهم عن طريق التكنولوجيا وهم يستخدمون التكنولوجيا والإنترنت، فالفرصة عظيمة، واللي يعني يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندما أخبرنا حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فليكون ظننا بالله سبحانه وتعالى إنه الإسلام سينتشر في الصين بشكل كبير، إنه سيرجعون إلى الإسلام، إلى إنه الإسلام سيعرفون عنه بشكل أكبر، وإنه نكون نحن جزء يعني من الأسباب التي أدت إلى ذلك، إنه الله سبحانه وتعالى يكون استعملنا لنشر الدين، إنه الله سبحانه وتعالى أعطانا الأجر هذا إنه انتشر الإسلام. أنت عندما تأتي وتقابل الله سبحانه وتعالى وتجد خلفك جبال من الحسنات والله ما لا تدري عنها، صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وبر وتربية، كلها أعمال أنت لم تقم بها، تقول يا رب هذه لي، هذه من الناس الذين دخلوا في الإسلام بسببك بعد الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تخيل قد يكونوا دخلوا في الإسلام حتى بعد موتك أنت ما تدري عنهم، أنت لما تحول 300 ريال ويسلم صيني ما حتدري عنه في الغالب، ما حتدري، لكن تأتي يوم القيامة أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تأتي يوم القيامة وقد أسلم بسبب ذلك، مو شخص واحد، أشخاص أو شخص، وهذا الشخص أسلم بسببه آلاف، وهذول آلاف أسلم بسببهم آلاف، وجيل بعد جيل كلهم في ميزان حسناتك أنت تأخذ أجرهم. تخيل وأنت نائم غيرك يصلي، غيرك يصوم ويقرأ القرآن، أنت في رمضان تتكاسل على العبادة، هو غير متكاسل في العبادة، هو يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة طويلة، عبادة جميلة، وهذا في ميزان حسناتك لأنك أنت كنت سبب في هدايته. هنا ميزة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الاستثمار الحقيقي لمن يريد التجارة. التجارة إيش؟ تجارة الآخرة، لمن يريد الفوز العظيم، لمن يريد أن يكون من أغنياء الآخرة، لا نكون من فقراء الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون من المفلس الذي يأتي بجبال من الحسنات ضرب هذا وشتم هذا، لا تكون من المفلسين بل كن من الأغنياء، لكن أغنياء الآخرة اللي عندهم جبال عظيمة من الحسنات. دكتور يوسف عطنا كلمة نختم فيها هذا اللقاء. يعني حذيفة رضي الله عنه حديث عند أحمد سند صحيح صححه الألباني رحمه الله، يقول أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، النبي صلى الله عليه وسلم متكئ الآن على من؟ على حذيفة. يقول فقال من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. الله أكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ثم قال ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني ممكن أنت أن تتصدق الليلة والأعمار بيد الله جل وعلا،
نحن لو أسأل سؤال الآن الإخوة المشاهدين والمشاهدات، قبل ذلك أسأل روحي وأسأل الإخوة هنا، من منا يضمن أن يعيش ليوم غد؟ والله الأرواح بإذن الله جل وعلا، وكثير من أصحابنا وأقراننا وزملائنا وجيراننا وبني جلدتنا والبعيد والقريب كان نائما مطمئنا فأصبح جثة، أصبح قد فارق الدنيا، انتقل إلى مرحلة أخرى. إذن جميل أن يختم لك بعمل صالح هذه الليلة، وأسأل الله أن يمد في أعمارنا بالطاعة يا حي القيوم إلى أن نلقاه، لكن أن يختم له، فمن ختم له بصدقة ابتغاء وجه الله دخل الجنة. أيضا من أسباب السعادة والانشراح والانبساط قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصدقة، قال في الحديث الصحيح أفضل الأعمال، أفضل الأعمال ما هي يا رسول الله؟ ثلاثة. أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. يا أخي تدخل على أهلك، على فكيف تدخل سرور الإيمان والتوحيد والاعتقاد والإسلام على أخيك في الصين؟ لا شك هذا من أعظم الأعمال. قال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. يقول في شيء جميل، هو كلامك جميل يا شيخ، ونتمنى أن يكون الحلقة وقت أطول، لكن كما قلت أنت يعني أن الواحد لابد يبادر بالصدقة، لابد الواحد يعني يحتسب الأجر عند الله سبحانه، لأنه هذا من أعظم الأعمال. أنك طيب أنت ستختم؟ نعم. كأنك تقول لي طيب أنا بختم بحديث، بس شيء عملي للمشاهدين والمشاهدات. كل واحد عنده واتساب وعنده انستغرام وعنده تويتر وعنده سناب وطبخه طبخي وصلح وارسل مدري، اعطيكم شيء حديث ان شاء الله انه يوسع صدوركم. وكلام يسلم كله يوسع. في الترمذي بسند صحيح صححه الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقه. ايش معنى العامل؟ اللي يدعو الناس للصدقه، يذكرهم بالصدقه، مثلنا ومثل الاخوه والاخوات اللي في جروباتهم وسنباتهم يبدون ينشرونها. العامل على الصدقه بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. فانتم كانكم مجاهدين. ثم اختم وخير الختام كلام الله جل وعلا، القضيه انه ساهموا ثم ادعوا الناس الى هذا، ادعوهم ترى العامل كانه مجاهد في سبيل الله، العامل على الصدقه. اخيرا قال الله عز وجل في المنفقين في الاسرى وهم كفار فكيف بأهل الإيمان أهل الإنفاق، قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هذا في الدنيا، ويغفر لكم والله غفور رحيم. فساهموا يا إخوة، ساهموا معانا، هذه آخر حلقة. القضية أنه انتهينا إن شاء الله من الكلام عن دعوة شعب المليار، فلنبادر بالمساهمة مع المركز حتى يقوموا بمهمتهم، حتى يدعون شعب المليار، حتى يدعون الصينيين ويكون لنا مثل الأجر، فلنساهم معهم، كلنا نريد هذا الأجر، كلنا نريد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوة وبهذه الصدقة، وهذا من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. أخلص نيتك، اجعل هذا العمل عندما تتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى فقط، لا تبتغي شيئا إلا رضا الله، لا تبتغي إلا الحسنات، لا تبتغي إلا القرب من الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. وأحسن الظن بالله فهو كريم، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. اعلم أنه سيجازيك وأنه سيعطيك وأنه سيغنيك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى إن أردت منه شيئا سيعطيك أفضل من ذلك، إن أردت أجرا عظيما من الله فسيعطيك ويكرمك بأفضل من ذلك كثيرا. أحييك أستاذ ماجد، أشكرك على المجيء. أستاذ يوسف الله يعطيك العافية، يعطيك العافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكرا لكم. صلى الله وسلم على رسول الله. حياكم الله عد من يسكن بلاد الصين، بمركز دعوة للصين للإسلام والكنا، بمركز دعوة للصين للإسلام والكنا. مركز دعوة الصينيين شعب المليار، شاركنا في تحقيق 10,000 سهم، قيمة السهم 300 ريال، مصارف السهم دعوة غير المسلمين.